قمر على طول كل ما اطلع فيك بلاقي حزن بعيونك، بلاقي في دموع بدها تنزل. بس قبل ما بدي احكي عن الدموع، 15 سنة كان عمرك لما ظهرت من الميتم، صح؟ صح صح. بنت عمرها 15 سنة ظهرت من الميتم، ما لقيت حدا بوجهها، ما لقيت حدا توقف حدها. الناس بيشوفوك اليوم انه انت هيدي اللي بتلبس الالماز واللي رائعة الجمال وكل العالم بدهم رضاكي وكل هيدي القصص. بكل صراحة بتقولي يا ريت ما يا ريتني ما خلقت ب 27 ايار ال 86. يعني انت 27 ايار 86 خلقتي فيه، صح؟ بتقولي يا ريتني ما جيت على هيدي الحياة لانه انا قرفت تعبت. شوف تمام، انا من طفولتي لغايه اليوم يعني بدك تقول سكه واحده ترين وماشي. ما شو هو هذا الترين؟ يعني ما في محطه اني اوقف احس انه انا اخذت بريك فيها هيك يعني. بس يمكن قبل هول المأساة والظلم والحرمان حرمت منه من طفولتي وهيك، يمكن ما كنت، اكيد كنت اتوجع وابكي وهيك، بس ما كنت احس بمعانيهم، ما احس فيهم مثل اليوم. انا كل شيء مرقت فيه اليوم، بس صار عمري 34 سنه بلشت احس بكل قصص اللي صارت لي بحياتي. صارت العوارض هلا تطلع عندي نفسيا، صرت ما بقى اتحمل يعني. وانا حدا كثير حساس لدرجه، انا انسان كثير حساس كثير كثير كثير. يعني معقوله اجرحك دغري؟ انا فعلا كثير حساسه يعني. طيب يعني قمر اليوم عم تعترف على الهوى بتقول انه كل عذاب الحياه من لما خلقت لليوم، اليوم بلشوا يبينوا عليها. هذا تصريح خطير جدا، عشان هيك رح بلش معك من هون. بس حاطلب منك، بس بدي اوضح شغله. سوري عم قولي. اكيد اكيد. في ناس كثير وعالم كثير وبنات كثير عاشوا اللي انا عشته من طفولتي، صح؟ دغري يعني دغري تأثروا، دغري مرضوا، دغري صاروا يروحوا يتعالجوا، ياخذوا ادويه اعصاب، يفوتوا عند دكاتره، يطلعوا. انا الحمد لله لغايه اليوم ما شفت حكيم. بس اكيد كل شخص فينا محتاج انه دكتور يكون نفسي. طبعا يعني يحكي معه. اسال سؤال. قمر ولا اخذت ولا حبه اعصاب؟ بكل صراحه لا. يعني اللي بيشوف حياتك، اللي بيقرا حياتك قمر، ما بتخلص. انا يمكن كنت اخذت حبه اعصاب او اي بني ادم. اكيد قمر اليوم انت ما اخذتي ولا حبه اعصاب لتقدري تكملي تستمري، بتنامي بتوعي مأخره. سؤال يسال اليوم، عشتي هيدي الازمه النفسيه؟ ايه، بس ما اخذت ادويه اعصاب. ما اخذتي؟ صرت اخر فتره ما اقدر انام، ببكي كثير كتير ببكي. صار يجيني على الستريس والاشياء اللي عم يبرق فيها. قلت لك انا من سنتين بلشت صرت احس بالامور اكثر يعني. يجيني ضيق التنفس، صرت اخذ اكزاناكس بس مش ادويه اعصاب يعني. يعني اصبحتي مثل ما انت بتقولي بجلساتك انه انت حدا خوته ومجنونه. قمر انت خوته ومجنونه؟ وصلت لهالمرحله او لا؟ بس ليه؟ من تعصيبك؟ من تعصيبك؟ أنا ما بعمري بعصب من غير سبب. خبطت راسك؟ خبطت يعني. راسك شو مرة بالحيط؟ لا ما خبطت راسي بالحيط، بس ضربت بوكس. هيدي حأحكي عنها بعد شوي. مش بس لا بوكس. مرة واحدة صارت. بس مرة؟ كنت حبلة، كنت بشهر الثامن، وعلى القصص اللي صارت معي الباب المطبخ كان قزاز، ضربته هيك بوكس وجرحت ايدي وهيك، وما حسيت انه انا في شيء عم ينزل مني دم يعني، ما كنت حاسه ابدا. الناس اللي ما بتعرفوا، انا بدي اخبر المشاهدين انه قمر كانت عم تولد لحالها بالمستشفى، صح؟ تسمحي لي؟ اوكي. ما بعرف بس ليش شفافي عم يرشفوا. ليه عم ترشفي؟ شو السبب؟ ليك انا ما في شيء بالدنيا بيخوفني. انت ما بتخافي، بس انت قد منك حساسه واصله لهيدي المرحله، عشان هيك صار لازم لك حكيم نفساني. لا ايه، اليوم انت مقطوعه من شجره
لك انا خلقت مقطوعه من شجره. شو؟ يلا يا تمام. لا خليكي معي، خلقتي مقطوعه من شجره؟ ما انا يعني انا ما بعرف كيف بدي افسر للناس تفهمني. انا شو خلقت مقطوعه من شجره؟ بس هي حكم الظروف اللي نحن خلقنا فيها، اللي كانت بتجبر انه يبعدوني ونفترق وكل شخص فينا بيميل، يعني عرفت؟ هي الظروف، الظروف هي كانت السبب. فيني اسالك سؤال؟ تجاوبيني عليه؟ اكيد. الله يسعدك عنا ويبعدك، مين قالها هاي؟ الله يسعدك عنا ويبعدك. الله يسعدك ويبعدك عنا، مين قالها؟ ما بعرف، في حدا قايل هيك؟ نعم بسألك. ما بعرف. لك الله يسعدهم ويبعدهم عني. هل يا ريت، يعني عن جد يا ريت يحلوا عني.